بسم الله الرحمن الرحيم. دايما بعد تركيب الدعامة في ناس بتشتكي يقول لك ان حسن العضو قصر عن الاول. طبعا هو موضوع ان العضو يقصر مع تركيب الدعامة هو ده شيء وارد، ولكن هي الفكرة في ايه؟ اولا الجراح ما يقدرش يخلي العضو في نفس طوله الطبيعي، لازم يبقى اقصر من الاول ولو بحاجة بسيطة. مع الجراحين المحترفين بيبقى القصر في الطول في حدود نص سنتي او سنتي، مع الجراحين اللي هم اقل شغل يعني واقل احترافيه بيبقى مثلا من سنتي ونص ل 2 سنتي فيما فوق. المشكله الاكبر لو الجراح مثلا كان في منطقه متليفه او ما سلكهاش كويس او ظن ان هي اتسلكت والدنيا بقت كويسه، فيبدا يقيس غلط فيحط الدعامه تبقى اقصر من الجزء المتليف. الجزء المتليف ده ممكن يكون سنتي 2 سنتي حاجه زي كده، فيبدا المريض يحس بعد فتره يقول لك انا حاسس ان العضو بيخش لجوه او ان الدعامه بتخش لجوه. يعني هو العضو يبقى كده يحس ان الدنيا بتخش لجوه. هي بالظبط يعني الدعامه محطوطه كده طولها مش هيتغير، ولكن لو في جزء مش متليف جزء متليف ما تسلكش هتروح الدعامه داخل جوه السنه فيه كده. طيب ده هيأثر طول العضو، يعني العيان هيقول لك ده انا كنت طالع من الجراحه طوله كذا بعدها بثلاث اربع شهور بقى طوله كذا، هيقول لك فعليا انا حاسس ان العضو قصر. تاني نقطه في مشكله اكبر ان الجلد هيترهل على العضو، هيبقى العضو عنده حتى وحتى نسبة الجلد مترهل عليه. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا، بتقلل المتعة الجنسية وبتزعج الطرف الآخر كمان، وهتضطر انك عشان تعمل له حل ليها انك تعمل له طهارة، يعني تقص الجلد الزايد. وطبعا ده أقل يعني ده أقل حاجة ممكن تعملها. طيب إيه القصة؟ يعني ليه الجراح بيعمل كده؟ هو لو احنا حطينا الدعامة بطول العضو بالظبط هتأثر على الدورة الدموية، لأن هتشد لما تيجي تدخلها في النسيج الأسطواني هتشد على الأوعية الدموية، فممكن يحصل تقلص والدم إيه؟ ما يخشش فيها. ده هيأثر على سلامة الأنسجة في القضيب وخاصة في الجزء الأمامي من القضيب اللي هو رأس القضيب وما حوله. طيب فطبعا هتضطر إنك تعمل دعامة أقل بنص سنتي ولا سنتي من الطول الفعلي. المشكلة إن ساعات زي ما قلنا إن ساعات بيبقى الفقد أكتر من كده. طيب عشان نحل الحكايه دي ببساطه، اولا طبعا لازم الجراح بيتاكد من ان هو طبعا ما فيش تليفات، ما فيش حته مش متسلكه كويس. تاني حاجه طول الدعامه، هي طبعا الدراسات بتقول الكلام ده ان الجراحين المحترفين بيبقى الدعامات بتاعتهم بتبقى اطول من الجراحين غير المحترفين، لانه بيقدر يعني بيبقى عنده مع الاحتراف يعني عنده امان ويقدر يحط الدعامه يعني في اقصى طول ممكن بالنسبه له. الجراحين اللي ما بيشتغلوش كويس بيبقوا خايفين على الدوره الدمويه، بيقول لك اقصر الدعامه شويه وامن نفسي. ولكن احنا عشان نحل الكلام ده ببساطه شديده، احنا عندنا في علاء كلينك، مستشفى علاء كلينك، التكنيك بتاعنا ان احنا بنعمل عمليه اطاله للعضو الذكري قبل نركب دعم اصلي. الاطاله دي بتدينا ثلاث احتماليات. الاحتمال الاول ان احنا نزود طول القضيب فيبقى طوله حتى بعد تركيب الدعامه اطول من قبل تركيب الدعامه. او على الاقل يبقى الطول المكتسب قد الطول المفقود، يبقى يفضل طول العضو ثابت، او على الاقل نعوض جزء كبير من الطول المفقود يبقى الجزء المفقود ثابت نص سنتي ولا بتاع. في الحاله دي بيبقى حلنا المشكله دي. طبعا عمليه اطاله العضو الذكري بتتعمل قبل تركيب الدعامه عشان يبقى في عندنا طول مكتسب. المشكله ان المريض احيانا بيبقى عنده طول العضو الذكري متاثر نتيجه التليفات او قله نمو العضو. يعني ايه؟ يعني عنده يقول لك انا كان العضو عندي مثلا 16 سم مثلا زمان، هو جاي داخل ساعه الجراحه العضو مثلا 13 سم او 12 سم ساعه الجراحه، ولكن هو بيقيس على زمان. فانت لو انت حافظت على طوله ساعه الجراحه يبقى هتخليه 12 سم زي ما هو، بينما هو بيقول لك لا ده انا كان 16 سم. المشكله هنا مش في العمليه ساعات نفسها، المشكله ان الجراح ما بيفهمش المريض ان هو الطول الفعلي دلوقتي كسر. يعني الطول الفعلي دلوقتي وانت داخل العمليه احنا بنقيسه، والله ده كسر، بنقول احنا مركبينه بعد العمليه بنروح قايسين تاني ونقول والله الوضع الطول كان داخل بكذا وبقى بكسر. واحيانا كتير بنصورها لكتير من المرضى عشان يبقى المريض مطمن بنفسه يعني ومرتاح، يعني لانه طبعا بيقعد فتره بعد العمليه ما فيش ممارسه حوالي اربع اسابيع فيبقى مطمئن وعارف الدنيا ماشيه ازاي. عمليه الاطاله دي بتفرق مع الرجل الشابي، انما بالنسبه للمراه هي ما بتفرقش معاها خالص. طول العضو الذكري ما بيفرقش مع المرأة خالص. وشكرا.